قطاعات الكهرباء اللي تتم في شبكات التوزيع انقطاعات مستمرة موجودة في كل دول العالم، وهذه الانقطاعات تحدث بين فترة وأخرى نتيجة لزيادة الضغوط وزيادة استخدام هذه المحولات والشبكات اللي عادة ما تحدث خلال فترة الصيف. فيما يتعلق بجهوزية الدولة لإنتاج الطاقة الكهربائية، احنا عندنا الحمد لله إنتاج طاقة كافي، وبالتالي مسألة أو موضوع القطع المبرمج اللي كانت موجودة في السابق هذه غير موجودة. فلما تكلمنا عن جهوزية الوزارة فيما يتعلق بالانقطاعات، تكلمنا عن الانقطاعات المتعلقة بالقطع المبرمج. احنا عملية الإنتاج عندنا عملية كبيرة وتغطي احتياج الدولة. الانقطاعات البسيطة اللي تحدث كأن تحترق لمبة في بيت، هذا ما له علاقة بتوصيل الكهرباء لهذا البيت. تم تركيب عدد من العدادات الذكية، ما يقارب 5000 عداد موجودة منتشرة في الكويت حاليا، والحمد لله النظام الجديد يقرأ قراءات الكهرباء في العدادات الذكية. هناك خطة للتوسع في هذا العدد ولأن تكون هناك شمولية في هذه العدادات، ويتم قراءتها بشكل لحظي للحفاظ على المال العام.